ضبط الموضوع اللي هو كان موضوع الساعة، ويحكي على كل ما هو انتهاكات حقوق الطفل. دونك انتو في لي دو فيديو مواطنة دخلت باش حكيت على كيفاش تصرفوا معها وقت اللي طالت بالحق بتاع ولدها اللي هو عنده مشكلة دو ديسلكسي، معناتها في التأويل في القراءة وكذا. دونك ما كانش ينجم يتمكن بال كيفاش نقولوا بالرعاية اللازمة لحالته الخاصة، والضرر اللي صار اللي وقع الحق به معناتها من جراء انه الوالدة بتاعه تمسكت انه معناتها يحظى برعايه خاصه، بالعكس معناتها سعى باش يشوهوا معناتها صوره الولد نتاعو، ولات معناتها الباسبور كالكان دو ريكالكيترون اللي يعمل في المشاكل. بون، هذه الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه هي بنزيد حاله مؤلمه الاخر، حاله اغتصاب ولا بيدوفيلي في محيط تعليمي، معناتها امام السكوت معناتها المقيت لكل ما هو صلة الإشراف اللي هي كما نقولوا منذ بيت الطفولة، وبالرغم من الشهادات المتواترة من الأطفال اللي شهدوا على السيدة هذايا، وزيد معناتها المعلم هذا على ما قدمت المواطنة بالشهادات نتاعها، واللي هي محافظة على الدوسيات نتاعها كما سمعتم أنت وقرت بالشيء هذايا، أن المعلم هذا صار ترقيته كما نقولوا، مش حتى عقابه تسمى، حطوه في معناتها في مدرسة اللي هي أكثر رفاه وأكثر تطور به، واللي راك أكثر أنها بنت المدخلة زادت معناتها أدت بالشهادة نتاعها أنه واصل في نفس المنهج في المدرسة الأخرى. ويتضح من بعد أنكور أنه كان عنده قرار بالوزير العدل. معناتها هنا تفهم اللي إذا تبعوا مجلة حماية الطفولة والفصول القانونية اللي فيها معناتها خاصة الفصل 20 اللي هو يحكي على حالات التهديد في الطفولة، والفصل 31 اللي يحكي على واجب الإشعار على كل مواطن عنده واجب الإشعار بكل حالة طفولة مهددة تبلغ المسامع نتاعو بحكم علاقته بالأطفال وبحكم مهنته اللي هي بمعناها تبدأ في محيط الطفولة. دونك منهم المعلمين الطب وكذا يتوصل. دونك كيفاش الناس هذوما هما لي مي بلاسي. والفصل 33 من مجلة حماية الطفولة انه معناتها كل انسان يقوم باشعار بحالة طفولة مهددة ما يصيرش كما نقولوا اي معناتها تتبع جزائي ضده ولا قضائي من اجل معناتها اعلامه بحالة طفولة مهددة عن فصل النية. لكن هنا المشكلة الكبيرة لدى محكاة بالضبط على حالة اغتصاب، حالات معناها فريمون معناتها يؤسف لها، وحتى بنتها بعد ما كبروا البنات هذوما دونك الحكايه صارت اون 2002، دونك 2002 عندها حكايه 11 سنه التالي وقت دون لو تون عندها 10 سنين، الطفله تو عمرها بريسك 20 سنه، قريب تغرق ل 20 سنه. وحكيت على كيفاش البنات هذوما ضاعوا فريمون ضاعوا معناتها على المستوى النفسي الدمر وتدمير معناتها شامل. دونك هنا مسؤولي الطفوله كانوا هنا متوقعين بحكم انهم تسيطروا على الجيري، ما صارش التتبع نتاعو، صار توجست الطرد نتاعو من المؤسسه هذيك، والله اعلم حل مؤسسه اخرى ولا الملاحقه الجزائيه، ما صارش حتى اي ملاحقه جزائيه، معناتها الدوله بالعصابه اللي كانت من وقت بن علي لتوي كانت متواصله قامت بالتستر على المجرمين. دونك كيف على المستوى الجزائي هنا الدوله في حد ذاتها قائمه بجريمه الامتناع المحظور، معناتها نون ريسيستونس ا بيرسون اون دونجي، معناتها عندك ناس مخترين سايبين في المجتمع الى يومنا هذا يرتاعوا في المجتمع بتاعنا، والدوله ماهيش قائمه كيفاش يقولوا بالواجب بتاعها، بالعكس قاعده تحمي في المغتصبين. دونك لهنا واجب الاشعار بالطفوله المهدده، المواطن شكون مش يعملوا اذا كانت الدوله هي بيد حاميه حراميه، هذا هو المشكل الكبير. اللي يتبع الفيديو فما حاجه دي معناتها تجلب الانتباه بتاعه في تدخل سي معز الشريف اللي هو رئيس جمعيه حمايه الطفوله. كنت ننتظر منه انه معناتها مش يكون سند للمواطنين باش يبلغوا معناها المسامع السلطات المعنيه بجرائم كيما هناك، كيفاش الملاحقه نتاع المذنبين تولي فعاليه وبالجد باش نحميوا معناتها المجتمع. ما رانا الا انه لدام حكيت على معناتها البيدوفيلي السي الشريف يبدل الوجهه تماما عن الموضوع ويقلب الموضوع، تقول يقلب التفاعل، يقلب التفاعل الموضوع ديريكتومون، تخلي يحكي على الاولياء اللي هما يعنفوا في اولادهم كذا
وخرج تماما عن الموضوع نتاع المدرسين اللي هما يختصوا في الأطفال. دونك لهنا سي شريف واصل في الطرح نتاعو باش يقول انه المواطن ما نجمش يحمي روحه من حاجة كيما هكا ولا يحمي ولاده من حاجة كيما هكا، يلزم المجتمع المدني هو اللي يتدخل، معناتها يقصد الجمعيات. دونك الجمعيات هي اللي تدخل باش تكون البورت بارول نتاع المواطن هذاك. لكن ما مدى جدوى الجمعيات اذا معناتها مندوبية الطفولة وحماية الطفولة ووزارة كيفاش يقولوا المرأة وسواليزون الطفولة هي ما تقومش بحماية الأطفال وتتستر على الأعوام نتاعهم. دونك لي دوسي هذوما اللي أون برانسيب الدفن أون برانسيب كرم يتحلوا، ومش يقول سي شريف أنه يلزم الدولة هي تكون الحامية للأطفال قبل الأسر نتاعهم. معناتها بالطريقة هذه فما استدراج لذهن المواطن انه يكمل في الاستقاله نتاعو من الشان السياسي، معناتها اللي هو متعلق في تقرير المصير نتاعو في ستة المواضيع ومن بينهم مواضيع بالاهميه اللي هي تتمس الطفوله، تمس ابناء نتاعهم. دونك ما ينجمش المواطن معناتها يواصل في الاستقاله نتاعو بعد ما اكدت من مؤسسة الدوله حقيقه تستر نتاعها على المجرمين وريت الحالات الكارثيه، معناتها ما استحقش باش نقول شنو معناتها عمق الكارثه والتيمونياج الشهاده اللي قدمتها لدم الاولى والثانيه. انا واحد من الناس دمروا لي حياتي لخاطر طلبت انه تصير حمايه بنتي، طلعوا يحموا لي بنتي، حطموا لي بنتي وحطموني انا عندي 40 مره هاش. انا قدمت شهادتي ما هو على غالب فما شكون كان يصور مثلني با غراف، فيماجين الجمعيه اللي صورت ما نعرفش اش تمشي عدي وما يعديوش جو سي با جيسبيغ بيان كي لي باس. دونك هنا نحسوا اللي فما سعي تام انه الاطفال نتاعنا يهجروا تحت يدينا يوليو في كفالة الدولة، معناتها الدولة تتصرف في الاطفال نتاعنا، معناتها الدولة يحبوها تولي تتصرف في جميع مصالح المواطنين وهي ما عندك حتى حد شكون يراقبها ولا شكون يسألها. هذا هو الخطر العظيم اللي مش يترتب على تقول انه المواطن التونسي يحط كما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله مصالحه مصالح ولاده في يد جمعيات